ب24 أيلول الماضي فقدت والدتك الله يرحمها، رحلت بعد مضاعفات عملية جراحية خضعت لها ب28 أذار الماضي لاستئصال ورم حميد من الدماغ مثل ما ذكرنا بالتقرير. شاكر، أنت اليوم بتقول في خطأ طبي تركت من الخارج. وين كنت بأمريكا؟ كنت بأمريكا هلأ. جيت على لبنان لترفع قضية أو لتاخد حقك. ليه بدك تاخد حقك؟ وين الخطأ؟ هلأ أنا بعد تجربتي 6 أشهر الوالدة بشبه غيبوبة بعد العملية دغري، وصلتني معلومات كثيرة عن إهمالات طبية بمعايير النظافة، بالمعايير الأخلاقية والمعايير القانونية، وفي تسريبات صوتية للأسف اضطريت أسمع لها ورح نسمعها بعد شوي، اللي هي خلتني شكك بالعملية، لأن سمعت الدكتور عم بيشكك بعملية زميله، سمعت الدكتور عم بيأكد على عدم اتباع معايير النظافة بالمستشفى، اللي أدت للوالدة إنها تاخد بكتيريا بعد كم. التسريبات الصوتية بتتعلق بالوالدة ولا بتتعلق بأمور أخرى؟ لا، بتتعلق بالوالدة سبيسيفيكلي، يعني بالتحديد. حدا سجل بالمستشفى شو عم بيصير؟ في كتير ناس عندهم ضمير وعندهم أخلاق وعندهم من ممرضين وممرضات صاروا لأن شافوني كل يوم موجود مع الوالدة، ناطر والدتي لتوعى. هيدي والدتي، هيدي أغلى شيء بالدنيا عند أي إنسان الوالدة، وشهر من المعاناة إنه عم ناطر الوالدة لتوعى. فجأة بصير أسمع تسريبات صوتية عم تطلع على السوشيال ميديا وهيك عم بيحكوا عن والدتي، هول الدكاترة يعني عم بيشككوا بعملية الوالدة، أكيد أنا رح شكك ساعتها بالعملية كمان. خلينا نسمع التسريبات الصوتية وبنرجع نكمل معك شاكر. هيدا الطبيب اللي عملها العملية، هيدا بعد شهر من ما الوالدة كانت بشبه غيبوبة بتبلغ انه الوالدة لقطت بكتيريا، ونزلت على المستشفى ركض لان كان بدهم دفعة لتقدر تفوت على العناية الفائقة، فأكيد نزلت ركض هونيك. أنا وعلى الطريق لهونيك بيوصلني هيدا التسريب اللي هو هيدا الدكتور المشرف على أمي عم بيشكك بعملية زميله. إذا بتسمع التسجيل كاملاً اللي هو في ساعات من التسجيلات اللي وصلت لي، بتسمعي ساعتها أنه عم بيعترف كمان أنه المستشفى مش عم تتبع معايير النظافة اللي أدت. كانوا عارفين أنه في 2 patients معهم بكتيريا على الطابق، وعارفين انه هيدي البكتيريا بتنتقل عن طريق الايدين وعن طريق عدم اتباع معايير النظافه. وبنفس التسجيل الدكتور بيرجع بيحكي اكثر عن التفاصيل انه ما عم يتبعوا هاي المعايير النظافه اللي ادت للوالده تاخذ اول بكتيريا اخذتها خلال اول شهر. سمعتهم انت ورايح على المستشفى، شو عملت هون؟ كنت بدك تروح تدفع تسدد الدفعه؟ ايه اكيد، كنت بدي اروح اول شيء اطمن على امي. أكيد. المصاري بتجي اخر شيء، هيدي روح والدتي. أول شيء ضعت، غضبت، عم بروح لعند أمي على العناية لما عم بسمع الدكتور المشرف عليها عم بشكك بعمليتها. أنا مني طبيب، واليوم العملية وجهوزية المستشفى لتعمل هيك عمليات هيدا قيد التحقيق مع نقابة الأطباء ومع النيابة العامة اللي أنا صار القضية عندهم ومع وزارة يوم الصحة. القضية وين؟ القضية تقدمت للنيابة العامة، النيابة العامة قدمتها للمدعي العام، المدعي العام رفع لنقابة الأطباء، في لجنة رح تتكون. شو الجرم؟ يعني شو هي فحوى الدعوة؟ عدم اتباع المعايير، يعني أنت بتحمل المستشفى مسؤولية وفاة والدتك، لقطة للبكتيريا وعدم تلقيها العلاج الصحيح. أنا أول شيء بالنسبة للعملية كعملية هيدا الأطباء فيهم يطلعوا يشوفوا شو صار، بس بحق لي لألي أعرف شو صار مع أمي بالعملية. جهوزية المستشفى لتعمل هيك عملية هيدا موضوع تاني لازم يطلعوا فيه. في موضوع كمان اللي خوفني أكثر، اللي هو ممرضين وممرضات كانوا عم بسألهم شو وضع أمي هيك، يعطوني معلومات. ففي تسجيل تاني وفينا نسمعه هلا. نقدر نسمعه لو سمحت؟ وهون اللي بدي أعلق عليه كثير هيدا التسجيل. تفضل بنسمعه. نحن
عنا اوثوريتي مخبي بس ان النورس رح تقدر يفتح الملف ويعطيك. عرفت علي شو الفرق؟ نحن كمستشفى اذا نحن غلطانين كمان حنيجي نخبي غلطنا بطريقه ما وتعطي كثير نغياب ما بيصير فيها. مديرة المستشفى شو عم بتقول مديرة بس نرجع هيك نوضح للمشاهدين عم تقول احنا اخطأنا؟ لا هيدي مديرة بالمستشفى نعم عم تعطي هون تصريحين كتير خطرين فخليني اقسمهم. تفضل. التصريح الاول هي عم تحكي مع احد الممرضين الشرفاء اللي انا رحت لعنده سألته شو عم بيصير مع والدتي صار يسمي لي اشياء يمكن تكون غلط عم بتصير بطريقة المعامل. يعني قال لي نحن ما عم نتبع معايير النظافة اللازمة اعتراف منه نحن في أشياء ما غيرنا لإياها في فقعد يحكيني عم بيطمني عم بيقلي شو عم بيصير مع أمي اللي هو حقي أنا كابنة والموكل عنا حقي أعرف الحقيقة لأقدر أعرف كيف أتصرف ما مش رح الأخطاء الطبية بتصير القضاء والقدر بيصير البكتيريا بتصير بالمستشفيات بس حقي أعرف كيف وهيك. فهي بأول شق من هيدا التسجيل عم بتقله هي وعم بتفلله من الشغل لأنه أعطاني الحقيقة. هي عم بتفلل الممرض اللي خبرك الحقيقة هون صرف من العمل. صرف من العمل هو. مصروف من العمل بسبب إنه خبر الحقيقة. وأنا بتمنى من نقابة الممرضين يدافعوا عن هيدا النيرس. نقدر نقول اسمه؟ أكيد لا. طالما صرف من العمل. لأنه موضوع قانوني وقضائي وهيك بفضل القضاء والأجهزة ونقابته نقابة الممرضين اللي بوجه لهم تحية لممرضينهم ممرضين لبنان وممرضات لبنان. شو كانت عم تقول له؟ فهي بالجزء الأول بتقول له أنت ليه أعطيت ابنها هيدا الملف؟ نحن عنا الصلاحية إذا أخطأنا نخبي